جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل عن المرور من أمام المصلي وهو يصلي، هل يقطع صلاته أو لا؟ هذا فيه الإثم العظيم إذا مر بينه وبين سترته، أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة دون ثلاثة أذرع، فإنه يأثم بذلك إثما عظيما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. إلا إذا دعت الضرورة إلى المرور، كأن يكون في الحرمين الشريفين والزحام، فلا بأس أن يمر من أجل الضرورة، ولا يقطع الصلاة كل مرور، إنما يقطع الصلاة ما ورد الحديث به وهو ثلاثة: المرأة والكلب والحمار. هذه التي ورد الحديث في أن مرور أحد هذه الثلاثة يقطع صلاة المصلي. نعم.